انت مهندسة ها؟ ها. وبرضو ايه اللي جاب الهندسة للأفلام لكتابة الأدب البوليسي؟ انا مغرمه بالادب البوليسي من وانا صغيره، يعني انا قارئه، هوايتي الرئيسيه القراءه، واكتر حاجه بحبها هي اجاثا كريستي والالغاز اللي كنا بنقراها واحنا صغيرين. حلو. وحتى لما بتفرج على دراما بحب اختار الادب الجريمه، الكرايم فيكشن، الحاجات البوليسي. فانا كنت مغرمه بيه جدا، وبعدين انا كنت بشتغل في شغلي مفيش ابدا احتمال ان انا اغيره، ولا طبعا لو غيرته اكيد هشتغل في نفس مجال الهندسه، طبعا لا يمكن يعني كنت اتخيل. أكيد. وكنا مرة في أجازة أسرية 2017 أوكي في الغردقة في فندق قديم وعريق والإضاءات بتاعته كده خافتة، وبعدين كانوا عاملين على العشاء شوربة بصل، اوكي وأنا وابني شربنا منها كتير عشان كانت حلوة قوي، وبالليل جات لنا وعكة رهيبة. فأنا قعدت أقول له أكيد راجل عايز يسمم مراته وعارف إنها بتحب شوربة البصل وهتشرب منها كتير، فحط جرعة ما تموتش اللي يشرب مرة لكن تموت اللي يشرب كتير، وإحنا شربنا كتير هنموت. فابني قعد يضحك ويقول يا ماما أنت هتكتبي رواية بوليسية؟ أنا دايماً لما أسافر آخد معايا روايات أجاثا كريستي أقراها. فقال لي أنت هتكتبي زي أجاثا كريستي رواية جريمة؟ قلت له ليه لأ؟ ليه لأ؟ بس وكنت بشتغل لسه يعني، ها عكفت على كتابة الرواية. بتاعت شوربة البصل. اه هي شوربة البصل فيها على لا انا فكرة بتكلم بطل. يعني انت في شوربة البصل هما دايما يقولوا شوربة البصل التي ألهمت الكاتبة نهى داوود بأولى بالظبط كده. رواياتها. وفعلا اول كتابة اول قصة كانت جبت جريمة سيرة. في الفندق ايوه جريمة باسمها في كده فندق. ايوه وفيها شوربة وفيها البصل. شوربة البصل. اه كنت متوقعة ايه بقى؟ ما كنتش متوقعة حاجة، بس اللي استوقفني وقتها ان انا كان بقالي فترة زهقانة من شغلي ومش خطران على بالي اي بدائل، لحد ما اكتشفت شعور كان بقالي سنين ما حسيتوش، ان انا مش حاسه بالوقت. انا ممكن اقعد اكتب في ست شغف. سبع ساعات مش عارفه الساعه كام، بينما الوقت في الشغل بدور امتى نخلص. فحسيت ان الشعور ده انا مش هتنازل عنه، هذه التجربه انا مش هتنازل عنها يعني. ومن بعد كده ومن هنا بقى اتحركنا. ابتدت. طيب قبل ما اروح لإسراء، هل وانت بتكتبي او في حياتك اثناء ما انت بتكتبي قصص، هل يعني عشتي او اتحكى لك تجربة عن الادب البوليسي او طبعا قصة سسبنس حصلت طبعا انا روايتي كلها ألهمتك غير شوربة البصل؟ روايتي كلها ليها الهام من الواقع. يعني تاني روايه كتبتها مشهد سيما، الست اللي كانت جايه تساعدني في البيت جايه لونها مخطوف وبتترعش، ايه اللي حصل؟ انا ساكنه في منطقه نائيه شويه، فهي بتقولي انا جايه وبعدي الطريق الجنينه اللي في النص، خبطت في حاجه ببص لقيتها جثه ومليانه دم، واللي خوفني اكتر ان انا قعدت اصرخ، قام وقف وقال لي انا مش جثه. وطلعوا بيصوروا فيلم ومختارين المكان ده علشان هادي ما فيهوش حد، وقعدوا بقى يحاولوا يقنعوها احنا بنصور طب الكاميرات اهي. طب فهي اول ما حكيت القصه دي انا حسيت لا دي لازم تبقى روايه، وكانت هي مدخل روايتي الثانيه. وهكذا كل روايه بكتبها لازم يكون فيها واو شراره من الواقع وانا ابني عليها من الخيال.